الملف اللي بنتكلم عليه دايما هنا في المحترف وملف اللعيبه المتواجده في اوروبا، اللعيبه المصريين. النهارده معانا نجم اسمه شادي رضوان. شادي رضوان معانا انفوجراف ليه، ده لاعب مصري في المانيا. ملف مهم جدا لسه مستمرين فيه هنا في المحترف، لان الحقيقه لازم نشيل او نغير ثقافه حتى الناس اللي بتفكر في ان اللعيب اللي عنده 21 سنه ده لعيب لسه صغير ولعيب ناشئ. الموضوع ده انتهى في العالم كله الحقيقه، يعني احنا بنجيب لحضراتكم بعض النماذج للعيبه موجوده في اوروبا بشكل كبير جدا، لعيبه شوط صغيره في السن ولكن تقدر تستفيد منها على مستوى المنتخبات، وده اللي هناقش فيه كمان محمود. مهم جدا بنشوف كل حتى التعاقدات دلوقتي على مستوى الانديه الكبيره، برشلونه عايزه تعاقد مع ولد عنده 17 سنه. شفنا نماذج كتيره جدا جدا حتى في الدوري البريمير ليج بقوته بسرعته، لكن في لعيبه صغيره موجوده لا تتعدى ال 18 19 سنه. فعايزين نشيل ثقافه الناس اللي لسه محور كلامها ان اللعيب ده عنده 18 19 سنه لسه ما عندوش خبرات او. فعايزين نتناقش انا وانت في الجزئيه دي وازاي نستغلها لتطوير منتخباتنا على مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخب الاولمبي. وهنتكلم كمان معاك على كاس العالم طبعا يعني في الارجنتين اللي انتهى يمكن اول امبارح او امبارح بفوز اورجواي بالبطوله. شايف الجزئيه دي ازاي ونغير ثقافه الناس ازاي؟ شوف يا كابتن، يعني الكوره دلوقتي بقت صناعه كبيره جدا، ولعيب الكوره لما يتاسس صح من وهو صغير ويطلع بره من وهو صغير بتفرق معاه بدنيا، بتفرق معاه ذهنيا، بتفرق معاه خططيا، بتفرق معاه في حاجات كتيره جدا. ويمكن اقول لك يا كابتن هاني مثلا ان طرق اللعب اللي بتتلعب مثلا في اوروبا، موضوع الضغط العالي وان انت بتفرض الريتم بتاعك 90 دقيقه وهتحاول انت تطبق افكار معينه، وان دايما بتشوف ماتشات الدوري الانجليزي والماتشات كلها في اوروبا يا كابتن هاني بيبقى الريتم فيها عالي قوي. طبعا الريتم بيبقى فيها عالي ليه؟ لان الاساس نفسه من اللعيب وهو صغير بيتعلم كويس، عنده ثقافة كروية كويسة، بياكل كويس، عارف ينام امتى، عارف امتى وقت اجازاته، كل ده يا كابتن هاني للاسف بيبقى بره اكتر من جوه، بيبقى فيه نولج كبيرة جدا وبيبقى فيه علم كبير جدا. فالكرة دلوقتي اتغيرت، فلازم اللعيب من هو صغير. انت بتقول يا كابتن هاني برشلونة، يعني برشلونة كان ماضي مع ميسي وانا شايفه عنده 11 سنة، يعني الراجل 11 سنة شوفوا هما فكروا فيه في ايه، نموا الراجل وكانوا بيدوا له جروس هرمون عشان يكبر عشان جسمه كان فيه مشاكل، هما كان عندهم رؤية وشوف الراجل في الاخر بقى واحد او هو افضل لاعب تقريبا في تاريخ كرة القدم. فكابتن هاني لازم المنتخبات هنا تبدا تبص على الناس اللي بره، لان عاوز اقول لك ان في قاعدة كبيرة جدا جدا يا كابتن هاني من اللعيبة المصريين اللي عايشين بره واللي احنا ما نعرفهمش، مهما الميديا كانت بتسلط الاضواء عليهم في كل القنوات برضو في لعيبه كتيره جدا احنا ما نعرفهمش، ولو انت دورت يا كابتن هاني هتلاقي في نماذج كتير. وارجع لك اللي انت بتقولي 18 19 سنه، الناس اللي عندها 21 سنه ويقول لك لسه ناشئ. كابتن هاني امبابي واخد كاس العالم وهو عنده 19 سنه، يعني هو عنده 19 سنه و19 سنه وبيلعب في منتخب فرنسا اللي كان فيه بيلعب فيه بوجبا، بيلعب فيه بافارد، بيلعب فيه جريزمان. يعني برضو هيقول لك ده امبابي ده امكانيات معينه وعنده قدرات معينه، لكن خلينا نتكلم كمان على القدرات يعني اللي تقدر تتطور. احنا بنتكلم على لعيبه قادره على التطوير، خلي بالكوا في مراحل سنيه لو ما اشتغلتش معاها بشكل علمي شويه هو خلاص هيوصل لسقف معين ومش هيقدر يعدي هذا السقف.
لكن الناس بره شغاله بشكل علمي اكتر شويه. التطور اللي حدث على سبيل المثال محمد صلاح في 2012 غير محمد صلاح في 2023، تتكلم على عمر مرموش مش هو اللي كان متواجد هنا وادي دجله، كان بيلعب في وادي دجله دلوقتي موجود في فرانكفورت، احمد حجازي مش هو اللي موجود، مش هو احمد حجازي بتاع 2012 في الاولمبياد. يعني انا بتكلم على مرحله التطوير اللي ممكن جدا يكون عندنا لعيب مميز جدا لو ما اتطورش بشكل علمي، خلاص هو سقف وصل هيبقى عنده 27 28 سنه وبيأدي نفس الاداء، وعندنا امثله كثيره جدا. لكن اللعيبه الصغيره في السن زي ما بقول لحضراتكم، حتى على مستوى خلي بالك المنتخبات القريبه مننا، منتخب المغرب مثلا ارسل اكتر من 12 لعيب لسته جديده من اللاعبين اول مره يخشوا المنتخب المغربي، كلهم اعمارهم تتجاوز يعني من 20 ل 21 سنه. وبالتالي لازم نخلي بالنا من هذا الملف جدا جدا في الكره المصريه. ولو اتكلمنا طب بيخشوا ببطولات كبيره هيلعبوا، طب فين خبراتهم؟